سيريتس انتيريور مسل هي العضلة الثالثة من العضلات اللي بتوصل أجزاء الطرف العلوي بجدار القفص الصدري، والسيريتس انتيريور مسل عبارة عن عضلة مسننة على شكل منشار موجودة بين الضلوع والإسكابولا. والأوريجين بالنسبة للسيريتس انتيريور مسل هي الزوايا الضلوع من الضلع الأول للضلع التاسع، والإنسيرشن هو الجانب الداخلي للوح الكتف ميديال بورتر أوف ذا سكابولا. وظيفة السيريتس انتيريور مسل هو تثبيت وحماية الإسكابولا ودورانها. سبكليفيس مسل هي آخر عضلة في مجموعة العضلات اللي بتوصل بين أجزاء الطرف العلوي وجدار الصدر، وهي عضلة صغيرة مثلثة الشكل بتوصل بين أول ضلع والترقوة. يبقى الانسيرشن بالنسبة للسبكليفيس مسل هو الكلافيكل، والأوريجين يبقى الفيرست ريب. وظيفة السبكليفيس مسل هو تثبيت لوح الكتف وشد الترقوة للأسفل وللأمام. وبكده نبقى خلصنا المجموعة الثالثة من عضلات مفصل الكتف. Oh.